صبي فوزه بعدين ايش؟ ماسكولية بعدين سيروزا صح؟ اي واحد فيها سترونجست لاير من هذول صبي فوزه هاي هاي لازم ياخذها في بالغرز تبعت الستيتش لما تخيط لازم اخذ معي صبي فوزه ما حتى بصير عندك ايش؟ طويل ديك بالاسترونج طيب هلا المصل في لك تو لايرز اوتر للجدر المصل وبين ايش؟ سيرتر المصل تمام؟ وبين الاوتر في عندك في عندك اورباخ بلكسس وفي بسميه كوزا في مايزنر بلكسس هذول بيس هذول بالالكسون يعني بيس هلا الفرق بين الجيجن والاليوم بروكسيمال 2 يعني هم قسموها خمس اخماس اول ثلاث اخماس اليوم اللي فوق والخمسين التحتيه شو بسموه؟ اول ثلاث اخماس جيجن الخمسين التحتيه ايش؟ اليوم هلا شو الفرق بين الاليوم والجيجن صعب تفرقهم صراحه لما بتفتحهم بالواحد يعني تطلع صعب تفرقهم بس يعني انا ما بعرف فرق بالاخر طبعا بس يعني بقول لك انه الاليا او هاي هذاك الججر طلع كيف شكل هذا برانشنج اركيدز نيومرس اركيدز هذا اقل اركيد والبازلكت هذول اللي هم وصلوا هيك والهاي اللي هناك شايفين هذاك هذول طوال فيري لونج بالججر بينما الاليا ايش؟ سمول وبحكي لك انه الججر فيري ثيك ودايمتر وايد بينما الاليا ثين ونور بس صار الفرق بين الاليا وايش؟ الججر صراحه الأطفال ما بفرق بين الإليوم والجيجن والكولا يدوم الفرق بينهم خاصة البيبي الصغار يعني أمام هاي فوائد اللي في سمول باور بلانت نيكست هاي بيسك بيسك في كلاسيفيكيشن باور مستخدمة مثل بروكسيمال يعني إذا كان المستخدم بالأبر جيجن والستومك أو أبر مستخدم إذا كان والله بالكولا ما تسمونه إيش ديستال أو مستخدم في التقسيم الثاني هي ايش؟ ميكانيكال او ايلمنتس شو يعني ميكانيكال؟ انه في شيء مسكر في شيء ميكانيكي مسكر البول تيومر فور البادي ولا اي شيء شو يعني ايلمنتس؟ فانكشن او ديسفانكشن ما في شيء مسكر البول ما في شيء مسكر البول بس ايش؟ ما في بيرستاتيك للبول هو مش راضي ايش؟ يشتغل اسبابه ثايرويد ديزيز هايبوثايرويد ممكن تسوي هاي السبسيس ما في بيرستالسيس شو حكيت مش هيك شو ديزيز ما تتذكروا ما في بيرستالسيس اوكي اي شيء ما بيسوي بيرستالسيس للبول بيسموه ايش ايليس واضح لهم نيكس هلا اسباب الاوبستراكشن بقول لك لو كان اكسترنسيك ذا موست كوز ايش ادهيجن اوكي او هيرنيا او اليوتيومر ابدومينال ابسس كل انواع الهيرنيا نيكس الاسباب اللي انترنسيك قد يكون كل هاي اسباب كل هاي بدها محافظة على الحال يعني. انتر لبنى الداخل من هو ايش؟ جولستون، تعرف الجولستون، ستون اذا تلبنى بلدر مسكرة التيرم الاليوم، او بيزور، شو بيزور؟ من هو ايش؟ اللي مارك بيزور؟ او بسم بيزور؟ هي ال في انواع من البيزور اللي هو واحد اسمه ترايكو بيزور، ترايكو اللي هو الشعر، البوكل شعر هذول. بوكل شعر تلاقي مسكر كل شيء، اكثر شيء الستون مسكر على الاخر. انتوا استأجيتوا؟ ولا كنتوا برا وطلعتوا ليش؟ كنتوا برا وطلعتم؟ واحد كثير هذي والله يعني هذا اليوم كثير هذي أو اللي هم بلعوا الفايكو بيزور اللي هم البوكي بتاعهم هذول البوكي وال واحد أكل لا اسمي ذا فايت اوف فايترز صبع البوكس صبر هيك زين بيزر تبعها اسمه فايت بيزور اكثر شيء فايت بيزور يعني الشعر اللي ما يحشر كذا هذا مسيهم يعني يسوون عامل يعني اكثر شيء مصاريفنا هو الفايت بيزور الشعر بالستوم مسكر كل الستوم او فور بودي نيكست هلا شو اللي بدك تسجل بشكل عام مستشفى خليني اشرحها هيك صورة سريعة. في اوبستراكشن صح؟ سكر هاي اللوف، هاي في ايش؟ سكر اوبستراكشن. اللي تحت شو بصير؟ ايكوال ايكوال. صح؟ واللي تحت اللي فوق بصير ايكوال ايكوال. يتعبى ايش؟ فلويد ويتعبى هواء. اللي تحت بيكون كل لابس. طب هذا لما يكبر شو بده يسوي؟ ديستنكشن صح؟ وغير هيك جزء من الفلويد
اللي بروح وين بروح؟ جوا الوول ذا بول الدول بالفلوس يكون انت من بروح لانه انت ملزق وان شاء الله تتحرك. بسموها ثيرد سبيس لوس، بتسوي بول إدمة. بعدين شو بصير مريض اصلا ثمانية يستفرغ فوميتنج، ولما يصير عندي فوميتنج ايش؟ بصير عندي هايدريشن، وكل مكان الاوبستركشن ابر كل مكان ايش؟ فوميتنج اكثر، وكل مكان الاوبستركشن لور كل مكان ايش؟ اكثر ديستنشن. يعني واحد عنده كولونيك واحد عنده ديستنشن والله بالكولون، شو تتوقع كل عنده فوميتنج؟ الله يكرمك والديستنشن. الواحد عنده اوبستركشن بالدجنة يكون عنده ديستنشن؟ ما يكون ديستنشن، يكون عنده فوميتنج. اوكي؟ والفوميتنج حسب ما الاوبستركشن، اذا كان فوق الامبولا بيكون بيليس، اذا كان تحت الامبولا بيكون بيليس. طب توقعاتك واحد عنده اوبستركشن بالريكتم او بالسيجمون الكولون، شو بتتوقع لون الفوميتنج؟ اذا صار فوميتنج شو اسمه الله يكفي، شو تتوقع يكون؟ ايش؟ يكون في كولت ستول طلع، ونص صباح بيستفرغ ستول. اه؟ يعني لو شوف واحد يعني ما هو يعني ما هو تومي تومي مستشفيات شوية يعني ما أعرف إذا مريت الواحد مستفرغ شم ريحته ستول قر يعني إشي مش طبيعي. هذا كله مستكشن وين؟ يعني هو كيف عنده مستكشن وين بالسيبوين أو بالريكتم وصار في بيلد أب بيلد أب ديستنشن وراء آخر إشي خلاص صار يستفرغ ستول اللي طلعه. هذا كله مستكشن ديستري فري ديستري. أوكي هلا هاي مشكلة الديهايدريشن بتصير مع المريض وخاصة إذا مستكشن كان بروكسيمال تمام؟ زي ما حكينا بومتين. وإيش كمان بتصير ديهايدريشن من الثيرد سبيس بوس؟ اللي حكينا البول الوول الفلويد بروح للومن سوري للوول اوف ذا بول. بعديها شو؟ بيكبروا ايش؟ البول. شو لما يكبر شو بصير في عندي؟ لما يكبروا زي ما حكينا قبل شوي بسكر الفين بسكر النير الليمفاتكس بول ايديما بعدين اخر شيء بسكر ايش؟ الارتري. واذا تسكر الارتري بسكر ايش؟ ايش؟ سكيمو بيرفوريشن. فبالتالي انا لازم اقلل من الديستنكشن هذا بشكل سريع حتى ما يصير في عندي ايش؟ بيرفوريشن. نكست. هلا اذا بدك تعرف شو هذول؟ كوليكس. اذا دخلت حكيت قبل شوي الكوليكس شو هما بيطلع بيك وبينزل هيك مقصات شد شد كوليكس. اذا البين تبع مش كونتينيوس كوليكس. بكل ليش بصير الكوليكس؟ مع كل كونتراكشن بتعرف الكوليكس باي ذا واي هي كونتراكشن اجينست ريزيستنس او بريستنس اجينست. يعني كل كونتراكشن في شيء مسكر وبالتالي بصير في عندي ايش؟ هون الكوليكس بالاضافه للابدومين ديستنشن ونوزيا ايش؟ فوميتنج. شو الفرق بين الاوبستيبيشن والكونستيبيشن؟ ما بطلع لا ما بطلع جاز ولا ستول. بينما الكونستيبيشن بطلع جاز بس ما بطلع ايش؟ ستول. ايهما اخطر اذا؟ اوبستيبيشن صح. يعني اذا واحد عنده ما بطلع يعني مسكر كان عنده هذا ايش؟ عنده كومبليت اوبستركشن وهذا كثير خطير. على الفيزيكال اكزامينيشن يعني بدك تشوف ساينز اوف ديهايدريشن هايبرتنشن تاكيكارديا. اذا عنده فيفر معناته ايش عنده؟ عنده يعني اسكيميا اذا صار في عنده فيفر لانه صار اوبستركشن ما يكون في عنده تمبرتشر هاي تمبرتشر. اذا كان في هاي تمبرتشر معناته في عنده اسكيميا او بيرفوريشن. هلا اذا في عنده سيرجيكال سكار معناته ايش عنده؟ شو السبب؟ انفكشن. يعني طلعت لك سيرجيكال سكار شو سبب الاوبستركشن بيكون؟ ادهيجنس العمليه اللي سواها قبل تمام. إذا لقيت عنده تندرنس المفروض ما ألاقي لا تندرنس ولا ريباوند تندرنس ولا جاردين ولا ريجيديتي بالأبدومين. بس إذا لقيت هذول الأشياء معناته عنده إيش؟ بيرفوريشن. الإنسان أوبستركشن سيمبل الإنسان أوبستركشن ما بيكون عنده لا تندرنس ولا حتى جاردين. هل البول صار؟ واحد شو تتوقع لو واحد عنده انتستار أوبستركشن شو تتوقع البول صار؟ تحط السماعة على وسطك شو تتوقع تلاقي؟ تلاقي إيش؟ واحد صار أوبستركشن شو تتوقع؟ بول صار يعني الفريكوينسي ليس ليس ولا بسموه ايش؟ يعني اكزاجريت بول صار ديك يعني بول بول يعني هيك يعني بسرعه. وهاي بيتش صار يعني صار كثير صوته عالي. اوكي هذا معناته بده ايش؟ ميكانيكال اوبستركشن. اذا لقيت ما في بول صار هذا بكون ايش؟ ايليس ايليس يعني ما في بريستارز البول هذا بكون ايليس. انت بتحكي عن نقطه اذا صار عنده ميكانيكال اوبستراكشن والبول بصير كونتراكشن وبالصوت عالي صوت عالي البول وهاي فريكوينت بول وزايد البول صار بس بعد فتره بعد كم يوم من الاوبستراكشن
سيبولي ديهايدريتد وما ظل عنده لا اي تي بي ولا ظل عنده شيء المريض، فبصير في شيء البول فتيك، البول بتتعب من الكونتراكشن، فبصير في عنده ايش؟ ديكريز بالبول ساوند. فاذا واحد عنده ميكانيكال اوبستراكشن